ابقى يعني. تفضل اخونا حسام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. رد الاول على الاستاذ مصطفى. انت نقلت تمام عن ابن عبد البر وقد اجمعوا انه اول من صلى القبلتين وهاجر وشهد بدرا واحدا وسائر المشاهر وانه ابلى ببدر واحد واحد والخندق الى خير الى اخر الكلام. استاذ يعني الاشكال ما الذي قصده ابن عبد البر وقد اجمعوا جمهور اهل العلم تمام ام اجمع تمام شعبه وسلم ابن كهيل تمام وابن جوين ولا مين تقصد؟ يعني اذا لم تعلم شيء هذا شأنك تمام الا ان تاتينا من كتاب الاستيعاب لابن عبد البر تمام نقلا عنه ان اجمع علماء الامه. يعني انت ما تفهم شيء يا سيد مصطفى، بالله عليك راجع فهمك ودراستك، الله المستعان. طيب هذا اول شيء. سواء انت ايش قلت شنو اللي قلته واللي اتفقنا الاستاذ دخل استشهد بقول الاستاذ ميسم قال لك وعجبا حينما قال الاستاذ ميسم وقد اجمعه ان علي اول من صلى القبلتين. يا اخي انا ما عندي اشكال ولكن نحن ننقل، خد بالك انت وانا ننقل. انت ذكرت تمام لابن عبد البر تمام الاجماع واضعته واودعته في عقول هؤلاء ان اجماع جمهور اهل العلم، هذا ما فهمناه تمام. لا والله هو ينقل عن تمام، يعني هو ينقل عن 2-3 أو 4 هو يقول لك اجمعوا على هذا. فان كان على تحريف حاج واحد من كلامي على تحريف كلامي من البر وليس على كلام ابن عبد البر. انت خلصت بعد ما خلص انا وبطلع لي وانقض علي، لا هذا حقك يعني. طيب حاج وعد بالله عليك انا بقالي ساعة ونص مستمع وكانت إشكال الأول مع أخونا أبو كريم تمام. هذا أول إشكال مع أبو كريم. لما يطلع واحد يا أبو كريم تمام، ونعم الرجل أخطأ، الرجل قال لك يا زفت، كلنا سمعنا إن الأستاذ الله يرحمه والديك يا مولانا يا أبو كريم، جزاك الله خير. وقفته علشان بيقول يا زفت، فأنت لما تيجي تقول أخلاقه زي أخلاق الصحابة، يعني بالله عليك هذا كلام علمي؟ يعني بالله عليك أنا نعم كلام علمي، لأن الصحابة كانوا يسبون بعضهم بعضا. النبي قال لا تسبوا أصحابي، قال لخالد بن وليد ولا لا؟ حسام النبي لما قال لا تسبوا أصحابي لخالد بن وليد أو لا؟ حسام أنت جبت اسمي، قلت لك لما أجيب اسمي أنا أدبك الآن. النبي قال لا تسبوا أصحابي، إلى من قالها؟ حد وعد بالله عليك، خلي الناس الصحابة سبوا بعضهم بعضا وقاتلوا بعضهم بعضا وزنوا وشربوا الخمر، هاي اخلاق الصحابة اللي انت تتبعهم. وانت يا حاج وعد بس يعني انت معلش يعني قدمتني خلاص لا تجيب اسمي مرة ثانية ولا أدبك. يلا لا هجيب اسمك الان. لا اذا جيب اسمي حاورني الان. يلا النبي قال لا تصب اصحابي لمن؟ طيب لا جاوبني الان، لمن قالها؟ يا حبيبي اصبر اخذ مداخلتي بعد اذنك. انت جاوبني، جبت اسمي تناسب لنا ابراهيم قال النبي لا تسب اصحابي. انت عاجبك المقاطعات يا حاج وعد؟ انت راضي باللي بيحصل؟ اترك حاج وعد، انت وياي اترك حاج وعد. يلا حاج وعد ما اترك الراجل اللي قدمني مش انت، لو انت اللي قدمتني اكلم الحاج وعد. اسمي على لسانك، ما اريدك تججج، لا تجيب اسمي خلاص. بالله عليك اكتم خليني اخذ مداخلتي. لا طيب. لا تقول لي اكتم غصبا ما عليك انت تكتم. يلا لا تجيب اسمي. ونأتي لعندك يا حاج وعد ونستمع ونتحدث تمام. انا لو اطردك استطردك امام الجميع، لا كرامه لك، لا 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 تدخل بالاداره. يا حاج وعد قصمك على قصم اللي جابك على قصم اللي عملك يا ابن المتناك. حلو كده ارتحت الان؟ ارتحت يعني؟ هي اخلاق الصحابه، شفت هاي اخلاق انت ايضا متخلق بها صغر. هاي اخلاق الصحابه الآن تبين أنت من هؤلاء الذين سبوا بالضبط، شفتم هذه أخلاق الصحابة، وإلا من وين جبت هاي الأخلاق؟
كل إناء ينضح بما فيه. قوم شوارعية حقيقة، قوم من تربية الشوارع. محشوم أستاذي أبو كريم، بس أنت حشرته في كورنر ما يعرفش يخرج منه، فأراد الهروب ففعل ما فعل. وكما قلتم مولانا أبو كريم، هذه أخلاق يعني القوم وأبناء القوم، يعني هنجيب منين القوم وأبناء القوم؟ ويعني ابن تيمية بيقول أن كثيرا يعني الأغلبية في منهاج السنة النبوية في المجلد السابع، كثيرا من الصحابة الأغلبية والتابعين كانوا يسبون الإمام علي وكانوا يبغضون ويقاتلون. أنا هنجيب منين مولانا أبو كريم؟ بس أريد أخاطب الأخوة والأخوات يعني من أهل السنة. رجل داخل على برنامج ويتكلم بقال الله وقال الرسول، هل يصح هذا الكلام إخواني؟ يعني لما هذا الشيخ ويقدم وعلى المنابر، ولما ظهر الوجه الآن الحقيقي لهذا الرجل سمعتم الكلمات، أتعتقد أن بهذه الكلمات تنقص من أبي كريم ولا من السيد ميثم؟ لا والله. أتعتقد أنك تنقص من البرنامج؟ أيضا لا والله. سوف نبقى على خلق محمد وآل محمد ما استطعنا. وأنت سمعت ماذا رد عليك الأخ أبو كريم في غاية الأدب والإحترام، رغم أنك شتمت بكلام يعف لساني عن ذكر ما ذكرت، إلا أنه الرجل قال انظروا لمن ينتمي. فعندما تقول نحن أهل السنة وتتلفظ بهكذا ألفاظ على أم الرجل، فاعلم أنها أزمة في أخلاق المحاورين. والله يا أخواني هي أزمة أخلاقية، ما يحسنون أن يتعاملوا مع الطرف الآخر. اللي سبق قال زفت ولا ما أعرف ماذا قال، والآن هذا زفته وأكثر، وهكذا أخلاق، أحدهم يقول زفت والآخر زفته وأكثر، ونحن صابرون على هذا الطريق. فأقول للأخ أبو كريم احتسب هذه الشتيمة عند الله تبارك وتعالى، وأقول يا رب العالمين إنك تسمع وترى، سجلها له ولنا يوم نلقاك. ربي إنا صبرنا لأنك قلت ولكم في رسول الله أسوة، والنبي محمد صلى الله عليه وآله صاحب الخلق العظيم، فصبرنا لأننا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله. فسلام عليك يا رسول الله، سلام عليك وعلى الأرواح التي حملت بفنائك، سلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، سلام عليك وعلى أصحابك المخلصين المنتجبين. حشرنا الله تبارك وتعالى مع الصحابة المخلصين برحمته وهو أرحم الراحمين. لا تحزن. حجي دقيقة ممكن؟ أي تفضل، أنا أقدم الأخ محمد. حجينا الغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجينا هنيئا لك وهنيئا لأبو كريم وهنيئا للشيخ للسيد ميسان والشيخ أسد. والله إنكم على عهد علي بن أبي طالب، والله إن الله يميز بكم الخبيث من الطيب، وها هم يتساقطون واحدا تلو الآخر، يقعون في شر أعمالهم لأن الإناء ينضح بما فيه، وهكذا يسقطون واحدا تلو الآخر، تظهر حقيقتهم ويظهر معدنهم وتظهر تربيتهم ويظهر مدرستهم على ألسنتهم، تظهر مدرستهم على ألسنتهم. أشكرك حاج. وللإنصاف
أقولها، حتى لو كان ينتمي إلى مدرسة سلفية فليس هؤلاء للإنصاف بهذه الأخلاق. حقيقة أقولها منصفا. مثلا الشيخ أبو عاش النووي، الأخ عمار اللي معانا، الأخ مثلا محمود الآن اللي معانا، ما رأينا منهم إساءة. نعم يصير المدرسة الأموية حجي على أي حال. تفضل أخونا. السلام عليكم حجي. لحظة أخونا عمار، بس أقدم محمود وأنت بعد، أو تفضل عمار عندك شيء تفضل. إيه والله حجي، السلام عليكم، حياك الله، حيا الله سيد نيسي. شوفوا هذا يا أخوان، أنا قبل 3 أيام من قلت لكم هذا رجل ابن شارع، هذا رجل ما يصلي، هذا رجل ما يؤمن بالله. والله أنا عندي خبرة بيهم، شوف ومستعد أباهلهم. لا رامي عيسى طبعا كلهم نفس الأسلوب، كلهم هذا الحكي القذر، الكلام القذر على المباشر. طبعا زوجته يمه، بناته يمه، يسمعن هذا الكلام. إذا تربية ساقطة، تربي أولاد شوارع ورب الكعبة لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون الله، ووليد إسماعيل وكل هذه الشلة، كل هذه الشلة تتابعونهم، وشيوخ يعني يجودون القرآن وقراء قرآن، هذا حواس وما أعرف مين، كلهم على نفس الأسلوب. تربية شوارع، أولاد شوارع ورب الكعبة، بس شوية حكة يطلع مظهره، يفقد نفسه، واليوم فقد نفسه وظهر طعن. طيب يا رجل، كان قلت أختي أمي قاعدة جنبي، زوجتي متسمع هذا الكلام، بنتك المراهقة اللي عمرها 16-17 سنة، هذه شو راح تسوي يا حسام؟ بنتك لو عندك عادي رقصني يا جدع. يعني انتوا ولاد شوارع ورب الكعبة، ولاد شوارع ورب الكعبة، ما تؤمنوا بالله. اليوم من بالله ما يطعن بأهل البيت، اليوم من بالله ما يطعن بأعراض الناس، اليوم من بالله ما يكذب على 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 الله وعلى رسوله. عينك الآن هذا التسجيل عندي أمامي الآن جاهزة، كذب على سيد مسلم ويقول له عرب التنين الجاهل. هو الرجل ما قال قال بابا، هذا التسجيل ماله حاضر، حضر عليه بس يتكلم، هذا تسجيله حاضر. انا قلت باب القصاص، انا محضر. انت قلت باب القصاص، شوف قفز قال عرفت، انت قلت كتاب القصاص وانت الجاهل. يعني هو يعرف حتى الروايات يجيب هذا الان ابو عائشه او قول ابن كثير مثلا، والله العلي العظيم بتر، وكأشف هذا الكلام ابن كثير يقول بعد ما ذكر ان ابو ينقل روايات ويضعفها وبيها صححها وبيها يقول اخر شيء يستقر على اسلام ابو بكر اول، اخر شيء هو يقول قلت هذا كلام، هذا اقرار ابن كثير. وهكذا قال ابراهيم النخعي ومحمد بن كعب ومحمد بن سيرين وسعد بن ابراهيم، وهو المشهور عن الجمهور اهل السنه، وروى ابن عساكر عن سعد بن ابي وقاص ومحمد بن الحنفي انهما قال لم يكن اولهم اسلاما ولكن كان افضلهم اسلاما، قال سعد وقد امن قبله 5. هذا قرار ابن كثير، هذا قرار ابن كثير. تكذبون على ابن كثير، تروحوا للمواقع، قال ابن كثير، يخطفون قول من اقوال، والله العلي العظيم ما معكم دين هؤلاء حجي، اقسم بالله العلي بالله. يعني هذا الان الكلمة الكلام، انا تعرف حجي انا لا عندي عائله ولا شيء، وحدي، والله العظيم شعر بدني وقف، انا خجلت من نفسي. هذا زوجته شو تقول له الان؟ يعني هذا بيناتهم، هذا بنته متغلط، ايضا يغلط عليه نفس الغلط اللي غلط على ابو الكريم، على والدته وعلى والده مرته وعلى ابوه، ما يجوز يتكلم هذا الكلام. يعني اولاد شوارع، تربيه شوارع سفله، هذا سوق دكان، لانه متتمتخ الكذب. انا اسطيك تسجيل عن شيخ وهابي يقول الملك سلمان مثقف قرأ 150,000 كتاب، 150,000 كتاب. طبعا يصير ابو بكر اول من اسلم، ويصير عمر الافضل، ويصير هذه الروايات الكذبه. دجل دين، دجل المشكله دين. اخ عمار المشكله وين؟ اللي أذاني حقيقة، أنا جدا تأذيت، اللي المسألة اللي أنا أتضايق منها وأمقت هذه الطبيعة، أنه إنسان يتكلم بوجهين، أمقت هذه الطبيعة.
أنا البعض هو يتكلموا عني لماذا أذكر الأخ أبو عاشة بخير، أتكلم بكل وضوح من الشيعة، وممكن حتى الآن لما أذكر هذا الكلام أيضا يتكلمون عني الشيعة. لماذا؟ أحترمه جدا لأنه لا يتكلم بوجهي، يتكلم بالحقيقة. لكن مثلا هو حجي قبل يومين يريد يباهن، شوفوا تصور هذا ما أدري، ما أعرف هو ولد إسماعيل ما يعرفوا شنو هي المباهلة، يعني هذا اللي ما يقول الله، يعني أنت شيء ما متأكد من عنده، مشروع قائم يوميا الحجي يطلع لك فيديوهات ويطلع هذا وينكر هذا الشيء، السند قلنا جيبه ويريد يباهن، يريد يباهن جاهز يقول لي أباهلك. طيب هذا يؤمن بالله؟ ما أقول لكم والله ما يؤمنون بالله، والله العلي العظيم. هذا عندهم أيضا واحد شيخ بعثت لك يا حجي، هذا يضحي به على القرآن صورة وصورته مصورينه إنه شيعي، شوف يقسم بالقرآن ويضحي به على كتاب الله ويطعن بأبو بكر، يلعن أبو بكر وعمر وعائشة كي يثبت إنه شيعي، هو وهابي حتى يندس في جروبات الشيعة يسرق عناوين المستبصرين. أنتوا شايفين هيج دين؟ أنتوا شايفين هيج ملة؟ هيج ملة؟ هيج ناس؟ يقسم بالقرآن يا الله أنا التسجيل سوسة على حال كلام. على حال نسأل الله غفران الذنوب وستر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام مولانا أبو مرتضى. جاءك أبو مرتضى تفضل. عليكم بس خلي أقدم الأخ محمود لأن من زمان بس فد لحظة مو أنا بس عايز أي وقت محمود دخل مولانا تفضل أبو مرتضى أي وقت يسمح لي إن شاء الله. تفضل أبو ثواني. أنتم البارحة يمكن ما سمعتوا الحسام مرت عليكم ولكن ما سمعتوا، هو اعتدى على سيد ميتر وقال جزمة معاوية على راسك وراس الخلفوك وهكذا، ولكن ممكن أنتم مرت عليكم بهذه لأنه كان القصص إن شاء الله أبو كريم بعدين ندخل نعلن عليه. فهذا هو معروف يدخل عندنا أيضا إنسان غير مؤدب وغير محترم سيد حجينا الله يحفظك. الله يحفظك مولانا. تفضل أخونا الحبيب محمود تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتردى على صحابا وتدعو الله أن يحشرك معهم. اللهم محشرني مع الصحابة المنتجبين المخلصين، كل واحد أعرف اسمه ما أعرف اسمه اللهم احشرني معه. نعم. أي. قد تعجبت من ذلك فأسألك الآن من هم الصحابة المنتجبين؟ كل واحد يوافق النبي محمد صلى الله عليه وآله ويسير بهداه. من؟ ما أعرف كل واحد. من على عقابه القهقري؟ هو ليش انت واحنا اخونا الشيخ محمود انت واحنا نعرف من هم الصحابه؟ ما نعرف من هم الصحابه. الصحابه 120 الف صحابي اقصى حد ترجمت، لا ما ما, ما, ما اتحداك، اقصى مترجم للصحابه من حجر بالاصابه ترجم ل 12500 صحابي بس، وين تعرفهم؟ كثير جدا في أسد الغابة أتحدى 17 و400 تقريبا شوك وكذا، ما في عندكم أقصى حد وصلتم 18 ألف. أحسن لا يا أخونا محمود اسمع، النظرية شوف التقعيد العلمي ماذا يقول، هي مو مسألة أعطيني وبعطيني، إحنا عندنا مبدأ قرآني، المبدأ القرآني يقول إما شاكرا وإما كفورا هديناه النجدين. فالصحابة مثل الآن سنة 2024 مثل سنة 1000 مثل سنة 900 فيهم إنسان كويس وفيهم إنسان مش كويس، بس شنو مشكلتي إنه أن أتبع القرآن؟ يا أستاذ أنا سألتك سؤالا واضحا يفهمه كل عربي، أسرد لي 10 من الصحابة المنتجبين، هل هذا صعب؟ هل هذا صعب الآن؟ صحابة المنتجبين الماماقاني ترجم لهم وقال أنه من الممدوحين، ترجم تقريبا 1500 واحد في كتاب
كتاب الماموغاني شنو اسمه؟ نسيت الكتاب. الله أكبر. شنو الله؟ 1500 شخص. اي شنو الله أكبر؟ على شنو؟ شبي حررنا فلسطين؟ على على الرواية التي سأقرأها لك في الاختصاص للشيخ المفيد. شنو اسمه كتاب الماموغاني إخواني؟ راح من بالي. الصفحة السادسة. هل تسمعني؟ تنقيح المقال حجينا، تنقيح المقال. المقال أحسنت. قلت لك، قلت لك ما يضرب قولك هذا في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد. الاختصاص كتاب الاختصاص الكلام فيه أنه لم يثبت للشيخ المفيد. اصبر اصبر اصبر. عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عمرو بن ثابت قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قبض ارتد الناس على أعقابهم كفارا كفارا إلا ثلاثا: سلمان والمقراد وأبو ذر الغفري. اسمعوا يا مسلمين، الرافضة يكفرون الصحابة عيانا ويقولون لا، الارتداد ليس كفرا بل الارتداد على ولاية علي، حتى لو كان الارتداد على ولاية الإمام علي كفرا أيضا، هم حدود. أولئك هم الكافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون. إنه أرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبر. جاء 40 رجلا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا: لا والله لا نعطي أحدا قاعة بعدك أبدا. فأكثر 500 يا رجل، أنت الآن في مأزق شديد، والله في مأزق شديد. قاعد أشوف الشاشة محمود، قاعد أشوف الشاشة، قاعد أشوف اليوتيوب. لا لا لا، أنا لا أروح على اليوتيوب. هاي أسماء الصحابة، يلا بالحروف الأبجدية: ألف باء، هاي 30 واحد، هاي 30 واحد حرف الألف، حرف الباء 5. هذا تهريب. لا هذا من السيد شرف الدين الموسوي اللي صاحب المراجعات في صفحة 14 إلى صفحة 25 يذكر أسماء الصحابة المنتجبي. يلا: أبو ذر الأنصاري، أبو مسعود، أبو بن عمر، أبو برجة بن دينار الأنصاري، أبو عمر الأنصاري، أبو قتادة، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، أبو أيوب الأنصاري، أبو سعيد الخدري. بعد هاي أسماءهم، هاي موجودة. يلا صار لك ساعة تتكلم. أصفر أصفر. المفروضات. قال الشيخ العلامة الأستاذ وعد أن الصحابة فيهم 1500 من الصحابة المنتجبين. أتحداك أنت تطلع 30 اسم صحابي الآن. يلا. ثم تفاجأ في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد. على شنو تفاجأت؟ على شنو تفاجأت؟ أعطوكم في كفة والشيخ المفيد في كفة، للأسف يعني لا تساوي شيئا أمام المفيد. ليش؟ هو يقول الآن ليش لا نساوي شيء؟ علميا يعني، علميا. والإسناد صحيح. من قال الإسناد صحيح؟ هذا إلا ثلاثة. لا لحظة لحظة، إسناد الاختصاص صحيح؟ لحظة لحظة، اعطيني ترجمة موسى بن سعدان. موسى بن سعدان؟ إيه. أتيك من رجال اسمه؟ إيه، من رجال الخوي. إيه تفضل. لا اصبر، لا نريد أن نخرج من الموضوع الآن. لا أنت قلت صحيح، اعطيني صحيح. هل هو موسى بن سعدان الحماد؟ يا رجل اعطيني ترجمته. والله وتالله وبالله قد سمعتكم عدة مرات يعني تعتقدون بهذا الحديث وتقرون بصحته وتقولونه على منبر هذه الصلاة. الآن والله يا أخي الكريم، أخي الكريم، نسيت الأمر ولا لا 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 لا، أنت قلت وحيد الدخلة مولانا. تفضل. شوف، طيب. واحد يتكلم لم تستطيع الرد والله. طيب يا محمود حبيبي، السلام عليكم محمود.
وعليكم السلام. السلام عليكم حبيبي. طيب هو بعيدا عن أن ترجمة موسى بن سعدان هو ضعيف في الحديث كما يقول في ترجمة الأخوي، ولكن أنا أسألك سؤال بسيط، يعني أنت تستدل بأن نحن نقول بأن من أن كل الصحابة بعد رسول الله ارتدوا كفارا، صح؟ فهذا إشكالك علينا يعني. نعم إشكالي. ممكن تقول ما هي أنواع الكفر؟ واحدة إشكالي ما هي أنواع الكفر؟ اصبر اصبر أنا إشكالي. أنت أصلا بتقول إشكالي، أنا بقول إشكالي. ما هي أنواع الكفر يا محمود؟ ما هي أنواع الكفر يا رجل؟ اصبر اصبر اصبر. قال أن الشيخ وعد يوميا. اصبر اصبر ايش يا رجل؟ تفضل ابو علي. ابو علي اقول اول شيء السلام عليكم. والله ام ناصر، انا قلت لك في احدى الاخوات على طريق الاستبصار بعثي لي الرقم حتى تتواصلين انت معها. انا حبيت اقدر اتواصل معها تليجرام. لا انت بعثي لي الان، انا افهم، بعثي لي رقمك وبعدين انا اتواصل معك بعد تواصل. ان شاء الله. نعم اي ان شاء الله. ان شاء الله محمود، بس عشان ما نضيعش الوقت عشان انا عندي مداخله اصلا في موضوع البث محتاج اتكلم فيها، فعشان ما اخدش وقت كثير. محمود سؤال مباشر، هل تؤمن ان كفر الجحود والتكذيب نوعا من انواع الكفر، وهو يكون بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا؟ قل لي نعم ام لا عشان ننهي الاشكال يا حمود. اتفضل. هناك يعني الكفر جزاك الله خير. الله يرحم والديك مولانا حمد سليمان. يا رجل اصبر لو سمحت. انا مش عايز يا رجل ولا عايز انت الان اشكلت علينا. سؤالي لك، هل تؤمن ان كفر الجحود والتكذيب هو نوع من انواع الكفر في عقيدتك، نعم ام لا؟ بس سهلة بسيطة، أنا كاذب أم أن ما أدعيه صحيحة؟ بس أنا قلت لك أن الكفر أنا كفر دون كفر، كفر يخرج النوع الذي ذكرته أنا لا. موجود عندك في عقيدتك نعم أم لا؟ كفر الجحود والتكذيب، وهذا بمعنى كتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، نعم ام لا؟ كفر الجحود يخرج من الملة، موجود او ليس موجودا؟ نعم موجود في كتب العلماء. عظيم. وهذا ما فعلوه الصحابة بأنهم جحدوا حقا كانوا عليه شهودا في غدير خم، حينما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فعلموا به باطنا ولكن جحدوه ظاهرا وبايعوا غيره. فهذا ما يسمى كفر الجحود. الحمد لله الذي هو ليش مستغرب؟ لا انت ليش مستغرب؟ نفس هذا القول قاله ابو هريره في كتبه. انتظر دقيقه بس هذه المداخله واكتم. هو ابو هريره يقول، اسمعني ليش انت مستغرب من الكلام المفيد؟ اول شيء هذا الكلام موجود عند ابو هريره، ماذا يقول في الحديث؟ بينما انا نائم إذ زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم؟ قلت: أين؟ قال: إلى النار، والله قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم؟ قلت: أين؟ قال: إلى النار، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. فلا أراه. ليش تقاطع؟ يقول فلا أنت؟ أنا لم أتكلم معك إلا مثل هذا الآن يا محمود. هذا حديث صحيح. محمود خلي الأخوة تكمل الحديث ورد عليها. انتظر الآن. محمود أعطي مجال الأخوة تكمل الحديث ورد عليها. اسمعني الآن، الحديث يقول: ما شأنهم؟
قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ممكن تشرح لي ما هو مثل همل النعم؟ تفضل. المقصود بذلك هم قوم من اشرح لي ما هو أراه يخلص منهم إلا مثل هبل النعم. لا تروح من يمين ولا يسار، اشرح لي. اشرح لي أنا أنت بالصبح صبر أنت أصبر، اشرح لي. لا أراه يخلص منهم إلا مثل هبل النعم، تفضل. لا أتحدث مع النساء. سبحان الله، لا تتحدث مع النساء. لماذا تأخذ دينك من النساء يا أستاذ؟ لماذا تأخذ دينك من النساء دامك لا تتحدث مع النساء؟ اسمعوا يا اسمعني، أنت رد علي. لماذا تأخذ دينك من النساء؟ يا ستي أتكلم معك لو سمحتي. ليش تأخذ لحظة دام عندكم الحريم عورة، ليش تأخذون الدين من مرأة؟ ليش تأخذ مسائل شرعية لا يجب أن تقولها المرأة تأخذونها من مرأة؟ بدون ما أدخل معك في التفاصيل لأني أحترم نفسي. يعني أنا سأسألك سؤالا لو أجبت عليك. لا تسألني، جاوب على سؤالي. لا تسألني شنو، عمري ما شفت سؤال جاوب سؤالي. اسمعني. لا والله تكلم معها، يقول أنا ما أتكلم مع مثال هرجتها بالسؤال ما يعرف يجاوب. جاوبني، ما معنى كلام فلا أراه يخلص منهم إلا مثلهم لدنعم؟ هذا القول كقول المفيد، تفضل. هو يبحث الآن على الكمبيوتر على الإنترنت. حيلا الشيخ مصطفى الله يحفظك. اسمه يا رجل ولا كمبيوتر ولا لابتوب. في رجال الكشي أنا. يلا جاوبني على كلام أبو هريرة حديث صححه الألباني. الجامع الصحيح، تفضل. أبو كريم بسائل أبو كريم، هاي الأخت أم أحمد والأخ حمد سليمان والأخ السيد الحلو والأخ إبراهيم والأخوة الكرام، بصراحة كلهم تبرعوا الآن إلى القناة يقولون نيابة عن والدتك، أظن هي متوفاة صح أبو كريم؟ لا حية، أسألك بعد عملية عين بعد يومين. الله يشافيها بحق امير المؤمنين، شفاها الله وعافاها. كلهم يشافيها ويعافيها بحق محمد وعلي. والله يعطيها طولة العمر ويمتعك بالنظر اليها وخدمتها ان شاء الله. تفضل اخونا محمود. الله يسلمك. انا محمود جاوبني والله ما اخليك حجي وحدي، انا دائما اصبر. الان رد علي على الحديث، لا اراه يخلص منهم الا مثلها من النعم، ما معنى هذا؟ يا ستي انا لا اتحدث مع، هل تفهمين؟ أنا لا أتحدث. السؤال صعب، هل تحدث مع النساء؟ محمود حديث الحافظ هو حديث المفيد، نفس الحديث. لا هذا أنا بس لحظة يا أخ عمار إخواني، شنو ما تحدث من النساء؟ يعني أنا الآن بالطيارة، لحظة أخونا محمود، أنا الآن بالطيارة تجي الموظفة تقول لي شو تريد الأكل كذا وكذا، أقول له روحي جيبي لي زلمة أتحدث معه رجل. إيش فيكم أنتم، معقولة؟ يا رجل أنا لا أتحدث مع النساء، سبحان الله. أبو علي إلزم أبو علي بالحديث، أنا كل سؤالي لأبو علي. محمود حديث الحوض هو نفسيته حديث الشيخ المفيد بالاختصاص، نفسيته على أعقاب. يابا هو يجرب، يابا يا عمار هو الأخ محمود يريد يهرب من الموضوع. شبيه النسوان متحدث مع النسوان، شبيه الله وكيلك الأكل من يجيني من النسوان احسن ما يجيني من ايدك. شنو اخبر منك انت؟ النساء يا محمود، ابو بكر وعمر كان يتحدث مع النساء. اصبر يا رجل يعني النساء اصبر. الزبا ابو علي، الله يحفظك ابو علي. والله ما في، اصبر برنامج فوضى، هذا برنامج
وحتى الناس كثيرة في التعليقات يقولون أن هذا البرنامج حوضة، ولا يوجد إدارة لهذا البرنامج، ولا احترام للطرف الآخر، مقاطعات ومئة واحد يتكلم، ما هذا؟ لماذا أنتم؟ لماذا أنتم؟ كما تقول أين هم المئة اللي يتكلمون؟ أين هم؟ وريهم لي أين هم؟ هم وين هم المئة واحد يتكلمون وياكم؟ لا أحسنت لا بالعكس يا أم ناصر، لحظة، مئة إنسان تكلم معه ما في جواب، يعني إيش قد نتكلم؟ ألف؟ إذا مئة وما جاوبتنا، لا شو نسوي؟ أنتم يعني حتى تأتون بأربع محاولين أمام الشاشة وأيضا عندما يأتي الطرف الآخر بالأدلة يصعد هؤلاء المساعدين يعني الذين لا يعرفون ولا يظهرون على الشاشة فيصعدون نساء ورجالا الله يخليني أفتح كاميرا أبين لك نفسي عشان صوتها أي يكتمون صوت لا يتكلم مع النساء يكلمه قليلا شيخ مصطفى صوتك شوي ناصي شيخ مصطفى ايه خلي صوتك مولانا لا بس انا محمود الشيخ مصطفى الان معك الشيخ مصطفى اسال سؤال لاخواننا جماهير برشلونة السنة وجماهير ريال مدريد والنصر والهلال والزمالك والاهلي يقول في ناس يساعدوهم حرام خلي ناس يساعد انا أم ناصر وأبو علي وسيد الشيخ مصطفى وأبو كريم وسيد ما كلهم يساعدوني ويساعدون حرام مو حرام خلي يساعدون أخوتي ويساعدون عمر شو عمر كان يسألونه ما يعرف صحابة يعلمونه شكو بيه تفضل شيخ مصطفى يا رجل دعني أطرح سؤالي لو سمحت جواد اليوم شيخ مصطفى كحل عيوننا بشوفته الله يكحل عيونه راح يظهر معانا صورة وصوت اللهم صل على محمد وعلى محمد راح يظهر معانا صورة وصوت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن إن شاء تفضل شيخ مصطفى أخ محمد أنا أتكلم معك الآن اصبر يا مصطفى لا اصبر الآن قلت لا أتكلم مع النساء دخلت أنا لأتكلم معك تقول اصبر لا أنت الآن تكلم معي وأجبني أنا الآن أكلمك أنت مثل أولادي تسمعني محمود؟ أنا مثل أولادي أصبر يا رغم من قال أنا عندي أربع لا تقول لي أصبر هذه الكلمة اشطبها معي لا أسمعها معي لا أسمعها أنا مثل أولادك أصبر محمود أصبر. هذه الكلمات لا تعبث بها معي لا تعبث بها يا رجل أنا تقول لي كبير أصبر. أنا سنساها لن أقبلها منك الآن أنا أتكلم معك أنا مثل أولادك أنا سني كبير إن كنت رجلا بمعنى الكلمة أجبني إن كنت رجلاً أجبني الآن قبل أن أدخل في أسئلتي أجبني عن سؤال الأخت الكريمة التي أجبتها أنك لا تتكلم مع النساء ما معنى همل النعم ثم عندي بعد ذلك كلام معك لكن أريد أن أسمع جواباً منك على سؤال الأخت الكريمة ما معنى همل النعم تكلمت في هذا الحديث لا معنى كلمة لغوياً الآن أنا أتكلم الرسول صلى الله عليه وآله قال فلا يخلص منهم إلا كشبه كمثل همل النعم أو كمثل همل النعم فما هو همل النعم الذي شبه النبي صلى الله عليه وآله الذين يخلصون به إيش؟ الهمل الذي لا يستعمل يعني الإبل الذي لا يستعمل أو الإبل الطول أو الإبل الطول هذا ما ظهر معك على الإنترنت الآن الإبل الذي لا يستعمل ما معنى لا يستعمل أنا أريد فهمك أن لا تقرأ لي عن الإنترنت إيش الإبل الذي لا يستعمل فسر لي فسر لي إيش يعني الإبل الذي لا يستعمل شنو أقول لك هو تيوتلاند لحظة تيوتلاند جروز هو ما يستعمل صفر بعده بال 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 بالباكية شنو هو طلي هذا شو اسمه بعير لو لا بقرة لا شنو هو شاردة الإبل ما يستعمل شنو ضربه هند معه هذا الجواب أجبني بما أنت تفهمه من الحديث ما معنى همل النعم إن كنت تفهم هذا المعنى والطلاق هذا مو هذا اللي بيشخص من اللي بيشخص وعارف أنا هذا برنامج حوضة يا رجل تعال يا رجل
تتكلم معاه تتكلم معاه تتكلم معاه ما معنى الأجيبة لا تستعمل؟ فسر لي هذا الكلام يا رجل. أنا أعلم هذا الحديث قبل أن تولد أنت. المقصود بهم ما شاء الله من جفاة يعني هذا كمن يقول لأبيه أنا أعرفك قبل أن تولد. الأولاد يا أصفر يا رجل. أنا قريب منك في السن. أنا قريب منك في السن. أصفر همل النيان المقصود بهم قوم من جفاة الأعراب وأيضا من بني حنيفة. لا لا لغة مسيلمة في اللغة ليس صحيح. هذا الكلام ليس بصحيح في اللغة ليس بصحيح هذا الكلام. قوم من جفاة الأعراب لا تفسر همل النعم في اللغة بجفاة الأعراب. لا هذا الكلام ليس بصحيح. عمدة القارئ اصبر يا رجل اصبر. دعني من عمدة القارئ. أنا أتكلم معك. افتح قواميس اللغة. عمدة القارئ ليس قاموس لغة. افتح قواميس اللغة ثم بعد ذلك تذهب إلى فقه الحديث. في اللغة همل النعم لا تعني أقوام ليسوا بشرا أصلا. همل النعم ليسوا من البشر. وفتح الباري فقد أجبتك على هذا فلا داعي للإعادة. قد أجبتك شيخنا شيخنا هذا شرح بس أنا ما أتكلم معه. أتكلم مع الشيخ. شوف يقول هنا في شرح الحديث في السنة الدارية ماذا يقول؟ وهي الإبل المهملة التي لا راعي لها. ها شوفوا إخواننا على الكاميرا. وهي الإبل المهملة التي لا راعي لها. يلا نحن كنا جزاك الله خيرا أختي الكريمة لكن كنا نريد أن ننتظر منه جوابا لأنه يتملص ويهرب. أما الإخوان يبيعون البضاعة هكذا شو سوي لهم ناس؟ لا عشان بين تدليسه لأنه ما يبي يتكلم. لا بتسوون هدوم ناس تسوون وتبقى دي جواب. أنا أقول حنيفة من الإبل الشاملة يا أخ يا محمود. تفضل أخ. الآن السؤال مني يا أخ محمود. الكلام مني يا رجل. اسمعني سأذيبك يا حبيبي سأذيبك. أنا الآن أنت تكلمت فيما سبق. الآن الكلام مني يا ابني. الكلام الآن مني. اسمعني قليلا. هل تعرف عند الفقهاء أو الأصوليين حكم الغافل ما هو؟ يعني الفقهاء يقولون الغافل عن الشيء ما حكمه؟ هل هو مؤاخذ محاسب أم إنه معذور؟ ما حكمه؟ لا يؤاخذ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث. قال المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. فرفع القلم عنه عن الغافل يعني بمعنى هذا. تقول جميل أخ محمود يعني أنت تقول إنه في شرع الله الغافل معذور عند الله أم لا؟ إيه نعم بنص أيضا الآية في سورة يعني البقرة يوم القيامة الغافل يعاقب. أنا ربنا أخي الكريم أنا سؤالي جدا يعني الغافل يعاقب يوم القيامة على أفعاله أم لا؟ لا يعاقب لأنه يجهل هذا. جميل جميل جميل. اسمع آيات القرآن ماذا يقول. لأريك أنكم لا تفهمون خطاب الله تعالى وفقهاؤكم لا يفهمون خطاب الله تعالى وأصوليوكم لا يفهمون خطاب الله تعالى. اسمع قول الله تعالى عن اصبر أنت هذه الكلمة سأعيدها عليك. اصبر واسمع قول الله تعالى. أنا سأجيبك من الكتاب والسنة. اسمع واسمع قول الله عز وجل. أجبني عن قول الله. أجبني بعد ذلك عن قول الله. محمود يا أخي اسكت واسمع قول الله ثم بعد ذلك أجب عن قول الله عز وجل. ما حكم الله تعالى الذي أخبر عنه؟ قال الله عز وجل فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم لماذا كانت العقوبة؟ ما السبب؟ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذا كانوا عنها غافلين لماذا يا رب انتقمت منهم وأغرقتهم في اليم؟ لماذا؟ جميل. أيضا يقول الله عز وجل في آية أخرى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لماذا سيصرف الله هؤلاء؟ قال ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. عجيب غافلين. طيب كيف قبل ذلك يقول وإن يروا إذا رأوا أنا أعلمك اسمع حتى أتم كلامي ثم أجب أنت. اسمعني حتى أتم كلامي ثم أجب أنت. فهم يرون كل آية، يرون سبيل الرشد ويرون كل آية، ومع ذلك يقول الله وكانوا عنها غافلين. أيضا يقول الله عز وجل في يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. أشهدهم أكثر من ذلك إيش؟ قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عجيب هنا كانوا لئلا يقولوا هذا، مع أن الله عز وجل يعاقب الغافلين. أيضا أريد أن يأتيك بآيات أكثر من هذا أم أكتفي بهذا؟ لا أكتفي بهذا. أريد جوابا، جواب علم، لا تهرب كما فعلت قبل قليل مع سؤال الأخت الكريمة. أجب جواب علم علميا إن شاء الله. أما فيما نقلته بقوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. استكبرهم عن الإيمان بالله ورسوله والإذعان لأمره ونهيه، وليس كما فهذا قياس عندك فاسد. الغفلة هنا غير الغفلة هنا. الفاسد هنا هنا حتى أفهم فهما صحيحا. الغفلة هنا الاستكبار عن الإيمان بالله ورسوله والإبعاد لأمره ونهيه. أما الغفلة هنا من التي لا يؤاخذ بها الله سبحانه وتعالى. أنا لا أفهم أنا قليل الفهم. فأعد علي إيش معنى الغفلة؟ فسر مرة أخرى حتى يسمع جميع الإخوة. ما هي الغفلة عندك؟ ماذا تفهم من الآية الغفلة؟ فسرها مرة أخرى بصوت واضح. سأرد عليه. اصبر أما لا تقل لي اصبر، انسى هذه الكلمة. أجبني بصوت واضح وكلام يسمعه جميع الإخوة بكلام واضح. ما معنى الغفلة مرة أخرى؟ الغفلة هنا عن الاستكبار عن الإيمان بالله ورسوله والإذعان لأمره ونهيه. الغفلة هنا الاستكبار عن الله ورسوله وعدم الإذعان، هذا هو الغفلة؟ لأمره ونهيه. يعني هذا هو معنى الغفلة؟ لماذا الفقهاء يقولون الغفلة بمعنى آخر؟ وجعلوه معذوراً، والقرآن لم يجعله معذوراً، وصار تفسير الغفل في القرآن غير تفسير الفقهاء والأصوليين. يا رجل بفضل الله القرآن مكتوب في صدري، فأنا أعلم كل آية في القرآن. اصبر بفضل الله. ما أريد أنا لا أريد آل التسجيل، أنا أسأل عن الفهم. الله لم يأمرك بالحفظ، أمرك أيها الإنسان بالتدبر. يا رجل بل إن التدبر لم يخاطب به الله المؤمنين حتى أنبهك أيضاً. هذا ليس برنامج حواري أبداً. هذا برنامج أما المؤمنون لهم خطاب أعلى من التدبر. هذا فأنا أسألك هذا الخطابات هذا الذي خاطب به غير المؤمنين التدبر. فهمني الآن، أنا أريد أن أفهم. اصبر يا رجل اصبر يا أخي، أنت لم تجبني بجواب واضح حتى أصبر عليك يا أخي. سأكمل ثم أشكل علي لو سمحت. لا تخطب خطب جمعة، نحن لسنا الآن في خطب، نحن الآن خطب. نتحاور، أسألك تجيبني، تسألني أجيبك. أنت لو سألتني لم أجيبك بخطب جمعة، سأجيبك بكلمات قليلة، فلا تعطيني خطب جمعة. يا أستاذ اصبر، بارك الله فيك، اصبر هداك الله. أنت لا تصبر أصلاً، أنت لا تصبر، وحينما أحدثك وأسألك لا تحتمل أن تعطي جواباً. أما الحديث الذي يتمسك به الرافضة جهاراً نهاراً. الآن من الحديث سأرجع إليه، لكن أريد أن أفهم الآية. بينما
قال سأرجع إلى الحديث الرافض الذي ذكرته أفهمه أيضا. أنا أريد أن أفهم كلام الرافضة الذين تقول عنهم الآن. قبل ذلك أريد أن أفهم القرآن، لأن القرآن قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ينبغي أن يكون قطعي الدلالة، يتكلم عن قضية الغفلة. وإذا بي الآن أفاجأ أن الغفلة في القرآن غير الغفلة التي يتكلم عنها الأصوليين. يعني ما لأنه قال لك الغفلة لا يحاسب عليها الإنسان؟ لا، القرآن يقول إن الغافلين معذبون. الله يقول شيخنا، الله يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون، أحسنت الكريمة. فالغافلون في القرآن هم يعني، والقرآن هنا لم يقل أولئك هم غافلون، هم الغافلون، يعني جميع الغافلين كذلك. فأنا أتعجب الآن، الفقهاء والأصوليون عندك يا أخي يقولون الغافل معذور. الآن أنت لم تعطيني جوابا، أريد جواب على هذه القضية. لا تقل لي أصبر ولا تعطي جوابا. أصبر إذا أعطيتني جوابا. لا تعطي جوابا على ماذا أصبر؟ على يعني على كلام هذيان؟ أنا لا أريد أن أجلس مع إنسان يهدي، أنا أريد أن أسمع علما. فعندك علم تفضل أصبر عليه، أما أن تهذي لا. أنا أرد على الحديث، أنا أرد على الحديث، سأفعل الحديث. أنا والله ما نسيت، والله ما أتيتك بهذه الآيات إلا من أجل رواية الرافضة التي تذكرها، والله ما أتيت إلا لأجل ذلك، أقسم بالله الثالثة، والله ما أتيتك بهذا السؤال عن الغافلين إلا لأرجعك إلى ذلك الحديث الذي ذكرته. فأجبني عنه لنرجع إليه، أجبني جواب علم، لن أرجع إليه قبل أن تجيبني يعني علي جواب علم. يعني أنا لن ما سألت عن الآيات هذه إلا لأرجعك بعد أن تجيبني إلى ذلك الحديث. يعني لا يتفكرون في أوامر الله ونواهيه ولا يعتبرون بها، ولا يعتبرون بها. قد أجبتك. يعني الآن أنت تقر أن الأصوليين والفقهاء وضعوا اصطلاحات مناقضة لاصطلاحات الفقهاء. سؤال كلام، اسمع يا رجل، خير الكلام ما قال له. تكرر السؤال هذا عيبا، تكرر أجبتك انتهينا. أما في الحديث الذي لا 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 أنت ما أجبتني الآن. أنا أسألك عن الغافلين بين الفقهاء والقرآن، أنت ما أجبتني عن هذا. أنا لم أسألك عنه لغويا، أنا أسألك ما بين الفقهاء والقرآن. الفقهاء اصطلحوا على معنى لهذا اللفظ يتناقض مع معنى القرآن، هذا ما أفهمه. هل عندك جواب عن هذا؟ هل أنا أخطأت في فهمي عن الأصوليين أنهم تناقضوا في فهم القرآن ووضعوا اصطلاحات مناقضة لفهم القرآن، أم أنه عندك جواب مقنع أن الأصوليين تناقضوا مع القرآن وأن تفسيرهم للغافل متوافق مع القرآن ووجه التوافق كذا وكذا؟ بيّن لي. أولاً المعنى الاصطلاحي للغافل غير المعنى الشرعي في هذه الآية تماماً. فأنت جئت بقول مختلف واصبر يا أخي، وبمعنى مغاير لا يتناسب مع الآية. فالمعنى الاصطلاحي في الفقه كما درسنا في الفقه الحنفي والفقه الشافعي وهكذا والفقه المقارن، الخطأ والنسيان يرفع عن الجاهل وغير المتعمد. هل هذا له نص من القرآن دليل يوافق هذا الاصطلاح؟ أم يصطلحون على معاني في علم الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء؟ نحن نتكلم عن فهم القرآن. الأصوليون يتكلمون في التشريع في فهم القرآن، فهل جاءوا باصطلاحات خارج عن فهم أم باصطلاحات فهم القرآن؟ مش ممكن أبدا. الاصطلاح هذا اقتبسوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاثة، وقد أجبتك على هذا. يعني النبي كان يتناقض مع القرآن، يعني باصطلاحات مناقضة للقرآن. وأنت ذهبت إلى سورة الأعراف والمعنى مغاير تماما، كان بين السماء والأرض بعشر آيات. أنا قلت لك تريد أن أزيدك،
آتيك بعشر آيات إذا أردت. هذا 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 المعنى منتشر في القرآن. الغافل الله تعالى يعاقبه ويذمه الغافل ولا يعذره في القرآن. شيخنا شيخنا اعتذر رفع القلم ما فيها الغافل. ما فيها الغافل ليس فيه الغافل لا. اي ما رفع القلم على الغافل. الغافل ليس اجتهاد الفقهاء والأصوليين ليس القرآن. أحسنت وليس الحديث. هذا حديث الحديث يضربون به القرآن مع أن الحديث لا علاقة له. المجنون والنائم والمريض هو الذي رفع عنه القلم صح؟ رفع عن رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل. مع أن المجنون لا يعقل يعني كيف يقول حتى يعقل؟ لا أدري. طيب يعني بس شيخنا إذا 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 تسمح لي إذا تسمح لي أخونا محمود بس الأخ حسن الرياح يقول معنا أحد الأخوة يريد أن يعلن استبصاره. السلام عليكم حزينه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حزينه رحنا على الواتساب التليفون اللي سلمتني به اليوم. يا ريت له الآن أيضا تبعث لي خلي الشيخ مصطفى خلي أخذ هذا من لبنان وأنا راح أفتش شيخ مصطفى أبقى وأنا الله يرحم والديك بس خلي أخذ هذا الأخ من لبنان تفضل من لبنان. الآن أجد رقم الأخ حسن مرة الآخر سلي الآن تفضل من لبنان ممكن بعدين إن شاء الله أخونا عمر بالخدمة تفضل من لبنان لبنان أظن لبنان ولا يبعث لي هذا الخاص أنا أدري لك أسهل أخونا اللي رقمك هاتش بس ولا سوف يعطيك تفضل أخونا الكريم. يا أخوان في مشكلة أيضا أرجو من الأخوة يعني هو رقم خال اسم أنا ما أعرف خال اسم اتش شو أقول له أقول له مولاي اتش يعني يا أمين إحراجات أخونا تفضل من لبنان أظن. طيب أنا راح مضطر أقطعك. طيب تفضل أخونا عم. الله يحفظك الله يبارك فيك يا رب. هو أنا دخلت على الحوار مش من بدري يعني بس أنا منتبه في بعض الإخوة يعني حجي ممكن يفتح مواد إذا ما توجع حجي بجيك مرة ثانية حجي ماشي الآن أنا فبعض الإخوة بأخذ بالي بيتشدق ويتفيقح في الكلام يعني مثلا يقول لك الصالحين وقال بطريقة كده إيه هي ملفتة. أي نعم. وأنا بعت لحضرتك تسجيل فيديو ما اعرفش انت شفته ولا لا والله اليوم اليوم اشوفه كنت في العمل ما شفت لا شوفه لانه ليه علاقه بالموضوع الله يبارك فيك طبعا الفيديو ده من صنعتي انا يعني ان شاء الله بس هو الفيديو يشاء ربنا انه على نفس الموضوع الا وهو ايه احد الاخوه كان من يومين او هكذا يعني كان يقرا القران وبعدين هو بيقرا القران الكريم فوصل للايه فلما قضى زيد منها وطرا هو راح لي فلما قضى زيد منها وطره اللي لفت نظري هذا هو محمود هو محمود هذا اللي معانا شوف الفيديو حضرتك اللي لفت نظري وانا عملت الفيديو ده عشان كده اللي لفت نظري في هذا الكلام ان حضرتك انا ساعتها على فكره كنت حاضر وكان الصوت يتقطع بشكل شديد انا ما سمعتوش هو بيقرا والله يا شارب لكن سمعتك انت وانت بتصلي لما رجعت البيت بقى وشفت وعملت الفيديو شفت بعيني بس اللي حصل ايه هو اخطا انت رحت قلت له فلما قضى زيد منها شو فهو راح تجاهل وبعدين تجاهل للمره الثانيه تجاهل للمره الثالثه وبعدين جاي راح في الرابعه قال لك يا رجل لا تفعل هذا انا احفظ القران بالقراءات العشر وانا الحقيقه انا بزعل جدا جدا من التعدي على كتاب الله سبحانه وتعالى لازم الواحد يكون وقاف القرآن الكريم ما فيش فيه كبر وأنا أعرف أكتر منك وانت وهكذا لأن خد بالك لما ربنا ذكر بني إسرائيل وعلمائهم لما لعنوا ربنا يقول كيف من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم عارف بغيا بينهم دي يعني ابتدى العلم بدل ما يزيد تواضعا زاده كبرا فلما يصحح يقول لك من أنت يا رجل تصحح لي أنا أعلم أكثر منك أنا أفهم أكثر منك أنا كذا أنا كذا هو هذا الأخ محمود هذا الأخ محمود عاندني وأنا تركت لأن أنا مو طبيعتي أتصيد لكن هو كان يشكل على قراءة
الأخ كان يقرأ أظن نصب المرفوع أو كذا في رواية ولا كذا، وبعد ذلك هو بالقرآن أخطأ، فلما صلحت له القراءة فبدأ يتحداني وما أعرف إيش. يا أستاذ وعد، يا أستاذ وعد الكريم، أين ردك على الرواية يا أستاذ؟ شوف ردك على رواية الموسيقى، أين ردك على رواية المفيد يا أستاذ؟ أي رواية يا محمود؟ أي رواية عند المفيد؟ أي رواية يا رجل؟ شو رواية يا محمود؟ يا أستاذ ميسم، هذه الألاعيب لا تنطلع على من هو مثلي. اصبر. لا والله ما أعرف الرواية، ما سمعتها. أنا هذه الألاعيب لا. في أي كتاب هي الرواية؟ في أي كتاب؟ بس قل في أي كتاب. بس اصبروا علي، اصبروا الان ارجع لك الروايه في قضيه الاختصاص. بس لحظه كتاب الاختصاص لا تثبت نسبته للشيخ المفيد مطلقا. سيد بس يا اخونا محمود، لحظه لان عندي قضيه استفسار بعد اذنك اخ عمرو، لان اخذ التليفون من الاخ اللي من لبنان ولا استراليا، اريد اتصل بالاخ. تفضل اخونا من لبنان ومن استراليا حتى ما اظلمك. لبنان لأخ اتش، تفضل حبيبنا أظن من لبنان. يا أخونا الكريم يا نور عيني، تفضل يا أستاذنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صبرا على قضائك يا رب. أكمل لو ما جاش؟ إيه تفضل كمل. أنا والله اللي أنا بستغرب، أنا دايما لا أقيل يعني في المداخلات، واللي عمله الأخ حاليا هو عبارة عن للمرة الآن الخامسة هو يتجاهل حقيقة التصحيح، ويتجاهل هو ينضبط على الصراط المستقيم. لأن يعني بقول لك من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أنت لما تقاطعني وتقوم داخل في موضوع تاني وطالب من أخي يرد عليك، ما هذا امتداد للي أنت بتعمله بالظبط، أنك بتتجاهل القرآن الكريم يا ابني. والله يعني أنا لما كنت في المدرسة زمان في مصر، فكان في المسجد يصلي راجل يعني ليس حافظا لكتاب الله، كان راجل بسيط، فدخل مدرس اللغة العربية ساعتها في المدرسة الإعدادية، سمع القرآن الكريم بيطلع خطأ، الراجل غضب جدا، قال يا ابني الله يكرمك قول لراجل ده ما صليش، حرام كده، القرآن ما يتعملش كده. فالقرآن الكريم له يا ابني احترامه وله مكانته، فاهم؟ لما تيجي أنت تقرأ خطأ هكذا وتقول للناس إيه، أنا أقرأ بالقراءات العشر ومن أنت، وتعمل زي بني إسرائيل من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وبعدين عشان تهرب من المسألة والرجوع إلى الحق تمايل للناس إيه، ما رديتش عليها في الموضوع الفلاني، لا انت رد على الموضوع اللي انا بحكي لك عليه ده. انا هسألك سؤال وخلاص، اخر حاجه، وانا فعلتها مره مع احد الناس في البلتو، قلت اقرا القران الكريم وراح مصححني غلط، قلت له انا عايز اسالك، كان اخ سلفي برضه، قلت له انا عايز اسالك سؤال بس واحد، ما الذي دعاك الى تصحيح القران بشكل خطا؟ هل هو كبر؟ هل هو عدم تصديق منك ان غيرك مثلا يجيد القران الكريم؟ فنفس الشيء انا عايزك تطلع الان لو انت عندك شجاعه تقول لي ايه اللي خلاك ما توقفش لما الاخ وعد قال لك انت اخطأت، وما الذي دفعك الى ان تقول انا احفظ القران بالقراءات العشر؟ والله طيب. احترمك لو رديت عليك. طيب خلي اخونا حسن الرياح، الاخ ما عنده واتساب، خلي هو يتصل، الله يبارك بيك بالارقام وانا استقبل. مولانا هو موجود على صفحتك موجود على صفحتك التيك توك باسم ماذا؟ محمد علي 58 بالانجليزي. هسه راح اخليه يسمع كلامي، هو راح اخليه يعلق اكثر من مره، بس ما يعرف يصعد. ساعدوه المشرفين، ساعدوه، ما اعرف والله. ما هو باسل الواحد رد، لو رد الواحد رد اكون شكرا والله. فاصل راح اعلم شلون يصعد. راسله انت راسله، لان انا ما دا اشوفه، الله يبارك فيك. تفضل اخونا محمود، بس قبل محمود الأبو عاشة تاخر للراد يرد وقال انا ساكت يحترم الجميع. ان شاء الله خليه يرد اخ محمود، لا تقلق اخ عمرو. تفضل ابو عاشة النووي. حياك الله حاج وعد. حياك الله، لا حد يقاطع اخواني، تفضل ابو عاشة. أبو عاشة، هاي شنو الصوت؟ هاي شنو؟ هذا صوتك من ديشن. يا بك ما تقول لي بيش الكونديشن، بيشتري لك واحد يا أبو عاشة. المشكلة أنا صافرت وما سويت له صيانة،
وتاخر الوقت يا صيان، وهذا سكراب هذا الكونديشن ما الصيف الصيف القادم ان شاء الله سيعمل له صيانه ان شاء الله. يلا تفضل. اولا ما سمعناه من قضيه حمل النعم وهذه الامور، طبعا الحديث يقول زمره، المفيد يقول ارتد الناس، هنا زمره وهنا الناس. فهذه الزمره يعني ينجو منها الشيء القليل مثل حمل النعم، زمره ارتدت وليس كل الصحابه، فهنا الفرق. البخاري سلام الله عليه يقول زمرة، هذه الزمرة ترد الحوض فيدفعها الملك يأخذ بها إلى فيمنعها، فيقول النبي إلى أين؟ قال إلى جهنم. دول صحابة مو؟ يقول النبي صحابة، هؤلاء المرتدون الذين ارتدوا كانوا صحابة. ارتد الصحابة كانوا صحابة؟ لا ما يسمى، لا ما يسمون صحابة. لا شنو كانوا؟ لا يسمون صحابة. شنو كانوا؟ لا يسمون صحابة بالمعنى الشرعي، كانوا صحابة بالمعنى اللغوي. نعم صحابي، حتى المنافق صحابي بالمعنى اللغوي. طب هو الله أبو عاش الله قال والسابقون الأولون من اللغوي والاصطلاحي، الله لما قال محمد محمد رسول الله والذين اصطلاحيا معه ولغويا مش معه، مين جبت مال اللغوي؟ لا لما يقول النبي أصحاب حتى لا يقول نسخت محمد أصحابه، لا يقصد به الصحابي الذي آمن به ظاهرا وباطنا وثبت على الإيمان وثبت على الإسلام حتى جاءه اليقين، لا، هو لما يقول أصحابي يعني الذين آمنوا به ظاهرا ولكن باطنهم. هؤلاء يا أبا عائشة كان يعلم النبي حين موته، هؤلاء المذكورين في حديث حمل النعم، هل النبي مات معتقدا بإيمانهم الظاهر والباطني نعم أم لا؟ بالنسبة للمنافقين علمه الله بهم، الله يرحمه. لا لا أنا أتكلم عن الذين ذكروا في هذه الرواية أو هذا الحديث الذي قال النبي عنهم أصحابي أصحابي، أو في رواية أخرى بالتصغير أصحيابي أصحيابي. رحمة الله على والدك أخونا فؤاد. هو يظن بهما أو بهم خيرا؟ طيب الرواية تقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي، إنهم من أمتي، يعني عرفهم أنهم من أمتي، فيقول له الملك إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أبو عاش أبو عاش أبو عاش لحظة لحظة يا أخونا أبو علي، أبو عاش رحم الوالديك، خلي الريموت مال كنترول مال المكيف يمك، من تتداخل أنت طفيه، ومن يدخلون الأخوة سوي كت وشه. والله دخت يعني الله يساعد الله يساعد معاش عليك، الله يسهل. اقول هاي هاي معاشه والله شلون صبوره، الله يساعدك يا معاشه على ابو عاشه ومكيفه، هم على ابو عاشه وهم على المكيف مالته، هو دوخه مكيفه دوخه. هاي غير طلائع معاويه. طيب فالنبي عليه الصلاه والسلام في هذا تكلم يا ابا عائشه عن حديث اصحابي اصحابي، النبي كان في وضع في هذا الحديث متعجبا انهم يذهب بهم الى النار، هل معنى ذلك ان النبي توفي عالما بنفاقهم ام كان يظن انهم على خير؟ اجب مباشره رجاء. طيب الجواب كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري، يقول النبي إنهم من أمتي، يعني عرفهم النبي عرفهم، فالملك يرد عليه فيقول له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أبو عايشة أنت قلت قضية لفظ الناس موجودة في الرواية لو ما موجود الناس مع الشيعة؟ نعم لفظ الناس في رواية الشيعة موجودة، ما عندكم أنتو؟ قلت احنا عندنا اصحابي او زمره، صح ولا لا؟ انا في الحديث زمره، لا الحديث الاخر اللي هي في مسلم يقول يرد على امه الحوض وانا ادود الناس عنه. يلا
النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، جاوب على لفظ الناس الآن، أنت استدلالك بالناس الآن. هاي الناس تسويها ساعة كاملة ساكت ما قاطعت أحد. اي ادري بروح ابوك انت لا تستدل على شيء هو موجود عندك. الله يخليك. قاطعت اذا عدت لفظ الناس موجود عندك. طيب 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 دقيق. النبي صلى الله عليه وسلم خلي جاوبك ابو عاشي. ابو كريم يا بانا ترى هم ابتدي بلو. ابو كريم وين المكيف عاطل يجيني؟ وين يشوخر منعس يجيني؟ يبدل شنو قضيتكم؟ تفضل ابو عاشي. هذا المكيف له ذكريات. انا اعتقد الصوت من المكيف هو من ابو عاشي خربان. هو ابو عاشي خربان. مكيف. انت ما سمعتوا قصيدته مع الامام علي ابو حجي وعد؟ لازم تسمع. هذا المكيف عزيز علي فتجدني يعني مهتم به وحريص. اشم فيه ريحه الوالد الله يرحمه. بركة بركة. عفنا الرواية ورجعنا المكيف. الحمد لله أن أبوك ما مشمول بمعاشر الأنبياء لا يرثون المكيفات. الحمد لله. كم شوف أنا عندي المسجل المكيفات تسوي عندي كل شيء. لا هو معاش شلون معاش تزعل. طيب الحديث يا أبا عاشي لا أتكلم عن حديث أمتي، أتكلم عن حديث أصحابي أو أصحيابي. تمام. الحديث يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي. أدي واحد. تمام. الثاني رجال من أصحابي فأقول يا رب أصحابي يا رب أصحابي. سؤالي المباشر وأرجو من الله عز وجل أن تجيب جوابا مباشرا سهلا. هل حينما توفي النبي كان يظن بهؤلاء خيرا أم كان يعلم أنهم من المنافقين؟ يا مسهل خلاص الطومة جاء خلي جاوب. طيب الحديث هذه قضية الارتداد ومن الارتداد والحوض وهذه الأمور هذه لا تشمل الصحابة الذين آمنوا بالرسول وثبتوا على إيمانهم حتى أتاه ما يدخلون في هذا الباب. هؤلاء الذين ارتدوا طبعا اختلف فيها اهل العلم، منهم من قال الذين قاتلهم أخذ الله عنه، منهم من قال هم المنافقون الذين كانوا في عهد النبي، منهم من قال هم اهل الكبائر من امه محمد، يعني على خلاف بين العلماء في تحديد من هم هؤلاء. وعلى كل حال هم زمرة وليس كلهم زمرة، يعني زمرة عدد قليل يعني مجموعة من الناس وليس كل الناس. فهنا فرق بين زمرة وبين كل الناس. والدليل على ذلك مع كل احترام لك انتظر ان النبي صلى الله عليه وسلم نحن أبو عائشة بس ثواني الله يحفظك ثواني لا أنا ما قاطعت أحد والله يا جماعة ما قاطعت أحد لا لا بس ثواني دعوني أكمل. طيب بس دقيقة مجرد بسيط مجرد خلاص خذ القرار أنا خلاص أنا اكتفيت حاجة واحدة شكرا جزيلا. أبو عائشة لا أراه يخلص منهم هل يظن بهم خيرا أم لا؟ والله ما يجاوب من هنا اليوم الأيام طول ما جالي جاوب أم ناصر الطيمة جاوب يجاوب. تفضل أبو عائشة تفضل. إن شاء الله أعتذر مو مشكلة. تفضل أبو عائشة نوري. طيب شكرا أبو كريم. الآن حديث الحوض قلنا هم زمرة. هؤلاء الزمرة ينادون عن الحوض. النبي عليه الصلاة والسلام يعترض يقول هؤلاء من أمتي يا ربي أنت وعدتني في أمتي. قال إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد ارتدوا بعدك القهقرة. فأقول سحقا ولا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم، يعني عدد قليل ينجو منهم عدد قليل. والحمل من النعم هو التي بلا راعي يعني يرعى فيها. فالذين ينجون من هؤلاء من هذه الزمرة عدد قليل والباقي إلى جهنم. الأمر الآخر ما سأل عنه أبو عمر. النبي عليه الصلاة والسلام مات عليه الصلاة والسلام وهو راض عن الصحابة الخلص. أما المنافقون الذين أخبره الله بهم فقد أوصى بهم إلى من؟ إلى حذيفة.
أو أي نعم الذي عنده علم المنافقين. فهؤلاء المنافقين هذا اللي هو نفسه اللي عمر سأله لو غيره. نعم عمر سأله. نعم هي عمر من الصحابة بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي؟ اصطلاحي. لكن العادي شلون يسأل حذيفة هل أنا منهم؟ يعني معناها لغوي. يسأله من باب يطمئن قلبه. أستاذ أبو كريم أنا أخذت الإلزام فعايز أرد بس أنا آسف. طيب دقيقة بس سنة بس من باب ليطمئن قلبه. إبراهيم عليه السلام. لا لا هو مو قضية اطمئن القلب أبو عاشي، قضية أنه بالمعنى اللغوي والشرعي. إذا هو عمر بالمعنى اللغوي بالشرعي ماكو داعي يسأل، لأنه الشرعي لا يوجد فيها منافقين، صح ولا لا؟ شوف الصحابي وغيره من عباد الله الصالحين يخافون على أنفسهم. وكما أدري هذا يقول رأيت أدركت 30 صحابيا كلهم يخافون على أنفسهم من النفاق. هذول بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي؟ نعم 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 لأن الحي لا تمنع عليه الفتنة. أبو مليك أعتقد اسمه صحابي قال أدركت 30 صحابيا كلهم يخافون على أنفسهم من النفاق، صح؟ صحيح صحيح. يعني هذا اللغوي ولا الاصطلاحي؟ وهذا دليل على أن هؤلاء الصحابة يعني معناها الصحابة بالمعنى الشرعي ممكن يصيرون منافقين أو ممكن هم منافقين، صح؟ الحي لا تمن عليه الفتنة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشيطان يأتي أحدكم حتى عند موته. إذن 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 كيف عرفتم أن هؤلاء الصحابة كلهم عدول بعد وفاة النبي؟ منهم من أصبح منافقا؟ لا 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 نحن نتكلم عن حديث الحوض. الحديث هو عمر ما يعني كان يريد يتقن، و30 صحابة كانوا ما مطمئنين على أنفسهم أنه يدخل نفاق، معناها المنافق الصحابة يكون فيه منافقين. لا 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 الصحابة الخلص ما فيهم منافقين. الصحابة يعد عمر مو خلص وثبتوا عليه. لا لا ليسوا منافقين، ولكن هم يقولون ذلك من باب الخوف. إيه هو هذا قصدي من باب الخوف. يعني يجوز أن يكون ألف صحابي صاربين النفاق. الصحابي ياتي ابو كريم اسمح لي بس بعدين ابو عاشه بس لحظه. انت قلت ان عمر ذهب وسال حذيفه ليطمئن قلبه، صح؟ صحيح نعم. طب ابو بكر ليش ما ذهب ليساله؟ شوف ابو بكر عنده يقين من اهل الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم والله هذا سؤال مدمر والله اسمع ليس مدمر يعلم الله الان اصبتك بمقتل ابو بكر لماذا لا. يلا جاوب. شوف ليش عمر الوحيد هو اللي سال ماكو غيره؟ عمر رضي الله عنه كما عرف عنه رضي الله عنه وارضاه يعني سريع الخشيه والخوف، ولهذا حتى في عندما طعن يعني ابو بكر ما عنده خشيه وخوف. لا اتبع سيل ابو بكر يا ابو عاش عندما طعن ماذا قال؟ قال انظروا من طعنني يريد ان يطمئن. انظروا من طعنني يعني يتاكد هل طعنه مسلم. فلما اخبر الذي طعنه انه ابو لؤلؤ المجوسي قال الحمد هذا كما في البخاري قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد مسلم. شوف اول سؤال وين الجواب ما سؤالي لماذا لم الجواب 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 الصحابة رضي الله عنهم جميعا هم صفوة الخلق. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة جميعا. أبو بكر رضي الله عنه زكاه النبي عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة جميعا قال ما سبقهم أبو بكر بكذا وكذا ولكن بشيء وقر في قلبه. هذه تذكية من النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه من المزكين كذلك عمر عن المزكين. لكن عمر رضي الله عنه يعني يريد ماذا؟ يريد اطمئنان اكثر كما ان ابراهيم عليه السلام عندما طلب من الله ان يجعله يحيي الموتى قال يا ابراهيم الم تؤمن؟ قال بلى يا ربي الم ولكن ابو عاشي من اروح فدوه للمكيف مالتك
انت الان عمر ذهب ليسأل حذيفة انا من المنافقين حتى يطمئن، فاذا عمر ذهب ليتقرب الى الله بالاطمئنان، ابو بكر لماذا لم يذهب للاطمئنان ويتقرب الى الله كتقرب عمر؟ لكن هل عندنا علم ان ابو بكر ما ذهب او الصحابه الجميع ما ذهب؟ يقول ان تكفي ثلاثه من الصحابه خمسه من النفاق، يقول يعني هذا معنى انهم ابو بكر ام ذهب، يعني الصحابه كلهم ما عندهم يقين انهم استعد حذيفة شو مفتح؟ أدركت 30 من أصحابة النبي كلهم يخشى على نفسه النفاق، نعم يخافون لأن ما داموا أحياء ما يخافون. إذا كيف جعلتهم عدول أنتوا العدل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول يمشي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. يعني شلون جعلتهم عدول يا أبو عائشة الله يخليك؟ كل هذا معنى إيش؟ الحذر الحذر الحذر. شلون صاروا عدول هم واذا فيهم يصير فيهم نفاق؟ انت الان عندك الذين يستفسرون الان، هؤلاء وقعوا في الفتنه. احنا نتكلم عن صحابه اللي كانوا مع النبي، انت سويتهم عدول، احنا ما سويناهم عدول. فما دام الانسان حيا لا يمنع عليه. ابو عاشر بعد وفاه النبي شلون سويتهم كلهم عدول؟ ماذا يقول في البخاري؟ يقول الله يقول انما الاعمال بالخواتيم. الأعمال الخواتيم. يعني شلون عرفتهم بالخواتيم هم عدول كلهم وهم ما مطمئن على أنفسهم من نفسه؟ الله يشد وخني المكيف مالي. أبو عاشر أحمد ثاني ثاني بس أعطف ثاني ثاني بس أسوي يا بدي بدله ترجاعه بدله دشني حديد الحوض فيه زمرة. يا أبو علي عنده مداخلة ورواية المفيد فيها عن الناس تبني جميعا، ففرق بين ما رواه البخاري سلام الله عليه وبين ما جاء في كتاب. لا حديث مسلم يقول ترد على امتي الحوض وانا ادود الناس عنه، اما كان نفس الحديث هذا. بس انا تركت البرنامج ابو علي انا صدقني تركت البرنامج. لا لحظه اخ محمود، تركت البرنامج وصار كل تفكيري ابو عاشه عمره 45 سنه او 40 سنه، أبوه ما أدري الله يرحمه ممكن عمره 70، يعني هذا المكيف صار له بالمية 120 سنة، ما أعرف 90 سنة يشوف. لا لا هذا المكيف اشتراه الوالد رحمة الله عليه، اشتراه الوالد قبل وفاته بسنة. إيه وش وقت توفى؟ توفى 1434 يعني بالإنجليزي، أنا ما أعرف بهذا. يعني هذا موديله 2014 المكيف مالتك صح؟ لا اشتراه عام 2013 في اخر 2013 المكيف مالتك 2013. نعم فهذا صار من نصيبي هو المسجل. في فتحه بالسقف كراسي جلد عفوا ما يحتاج حتى هذه بدعه ابو عاشة، بدعه انت تتعلق بشيء انه علي. تفضل ابو علي. لا هذا ارث ما فيها شيء، بدعه شلون تتعلق بشيء انت وهذا شيء مادي؟ يا استاذ وعاد لا اخ محمود بس ابو علي يطيل زامه وانت وراء. سألنا الأستاذ أبو عائشة فقال أمتي حتى في حديث سحقا هو لا يتكلم على أمتي قال إنهم أو أنهم مني. طيب 6584 85 86 87 في صحيح البخاري لم يذكر لفظ أمتي على الإطلاق بل أصحاب. فأجاب الأخ المكرم أبو عائشة وقال نعم النبي قد علم المنافقون ومات وهو راض عن الصالحين. فلماذا أجد أحبائي في الأربعة أحاديث تلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تفاجأ وتعجب من أن هؤلاء يدخلون النار؟ ذلك خير دليل على أنه لم يكن يعلم، لأن الله عز وجل يقول له إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك. فهذا خير دليل عشان بس نشوف اللغوي والاصطلاحي أن النبي قد توفي وهو في رضاء تام عنهم يظن بهم أنهم من أهل الجنة. وذلك ما نحن نقوله أن الأمة قد انقلبت على عقبيها
أو على عقبها بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إضافة أخيرة، الأستاذ أبو عائشة يقول أبو لؤلؤ المجوسي، وإذا أنت معتقد بذلك يا أبا عائشة فهذا خير دليل على أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قد خالف القرآن وقد خالف وصية النبي وأبقى في المدينة رجلا مشركا، والنبي قد قال والقرآن قد قال أيضا اخرج المشركين من جزيرة العرب، فإما أن تقروا أو تقروا بإيمان أبي لؤلؤة أو أنكم تقولون بأن عمر بن الخطاب قد خالف أمر الله وأمر النبي. وجزاكم الله عنا خيرا. شكرا حج وعلي. شكرا لك. تفضل محمود. يا أستاذ وعلي حياتك منذ ساعة تجبني على هذه الرواية، يعني ظلت تتهرب مني منذ ساعة. إيش الرواية؟ إيش الرواية؟ في رجال الكشي أيضا عن علي بن الحكم عن سيف بن أميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليه السلام ارتد الناس إلا ثلاثة نفر، سلمان وأبو ذر والمقداد. وأنت الآن يعني منذ ساعة أجوع طلب تفضل. الأستاذ حسام سأل يقول طلعوا تكفوا صعدوا حد في وعد، لو طلع حسام ما رح نحضر عندك في البيت مرة ثانية لأن تجاوز على والدة أبو كريم صراحة. هذا حسام لا يكون في البيت عندك. أستاذ مناصر أنا حاج وعد يقرر كيف جاء. لا نتدخل بإدارة البث. لماذا نتدخل حاج وعد هو كيف يا أبو كريم تكون صاحب أنا على نفس رأيك يعني. ولكن الحوار بده يكون احيانا يحصل في بعض الاشياء بين المخلوقات. هاي الكلمات البذيئه مو بس على موالدتي، الكلمات البذيئه استاذ حسام، هاي الكلمات البذيئه. في يوجد نساء، يوجد اطفال. ابو كريم طبعا والدتك محشومه، بس انا بصراحه اقولها بكل صراحه، ما كنت اتوقع حتى الاخ عمار ما كنت أتوقع أن حسام تصدر منه هذه الكلمات. يعني بصراحة فتقييمي لحسام كان مو صحيح، لأن أنا كنت أقيمه أنه رجل من يعني المعرفة والعلم، مو مشكلة. لكن لا هو الحقيقة مرة من المرات قال كلمة كان فيه تقاطع في الكلام، وقالها باللهجة المصرية، قال أنا ليا في الخشن. هو بيحكي عن نفسه، يعني معناها أنه هو يشتهي الرجال. لما قال هذه الكلمة والله العظيم ومسجلة وأنا أرسلتها لحضرتك مرة، أخلاقه الحقيقة يعني أخلاق شوارع، إنسان لا متربي ولا من بيئة ولا كان يخاطبني أنا مولانا، كان يخاطبني أنا. أحسنت، أنا متذكر وأنا مصري وفهمتها. نعم كان يخاطب علي. أنا القضية بس خلوني أتكلم في الدقيقة وأرجع للأخ محمود. القضية أخواني أنا من أترك البث ما أتأثر، طبعاً أنا أتأثر بس من إخواننا اللي من شيعته للبيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لكن بعض الأحيان عندما أغلق البث أنا عندي تليفونات، فتأتيني الكثير من الأمور على استبصار. أقسم بالله العظيم الآن شوفوا ومستعد أن أظهر، لكن لولا الأمور الحساسة. هذا أحد الأخوة ياسر، إذا تريدون أظهر على الشاشة ماذا يقول؟ سوموت بس لحظة سوموت. أبو كريم صعد الشيخ أبو عمر المصري. تكفى يا أبو كريم. أبو عمر المصري. طيب ماذا قال الأخ؟ سوموت أبو عاشر. يا أخي يا أخ محمود الآن بس دقيقة وقت. الأخ ياسر يا أخ محمود مو أنت من أعمدة البرنامج. يقول الأخ ياسر تبرع بمبلغ 7 يورو و85 سنت، موجود أوريكم إذا تريدون. يقول أسألكم الدعاء. شوف اللي هون الخط للأخت ناصر، هي العملية مو عملية أنه إذا صعد فلان أنا ما أبقى وإذا صعد فلان أنا ما أبقى، هي مو العملية هكذا. العملية قد تصبر وتتحمل قربة إلى الله، ومن أجل واحدة من الرسائل ورب الكعبة ومناصر
الآن جتني هذه الرسالة. شو يقول الأخ ياسر؟ هو يسمعني الآن، يقول أسألكم الدعاء بهداية عائلتي وركوبهم سفينة النجاة. هذا الآن شوفوا، أنا راح أضطر أغلق الـ الأمور وأريكم، بس يعني حتى صورة الأخ ما راح أظهرها. شوفوا إخواني، سأريكم حتى تصدقوا. لحظة، خلي هاي الأمر تماما حتى ما أريد تطلع معلومات للأخوة. شوف إخواني، هذا الآن أمامكم على الشاشة. شوف، أسألكم الدعاء بهداية عائلتي وركوبهم أمامكم على الشاشة، تشوفون. فيا أخوان، عوائل كاملة يشاهدون البث، لكن أنا مو من النوع اللي الله أكبر عائلة زيدهم صاروا 1000، صاروا 1500، صاروا معروف إيش. أنا ما أبحث عنها، أنا وين أبحث؟ أبحث عندما ألاقي رب العالمين. أنا وأنت كلنا أذنبنا، عندما ألحد في القبر وعندما يعصر القبر أقول له يا ربي هنالك عوائل، على الأقل كلام من سيد ميثم، من الأخ سيد شيخ مصطفى، من الأخ مراد، من أم ناصر، من أي، على الأقل هذه الكلمات تشفع لنا. فبالنسبة للأخ حسام وغير حسام، أنا كم مرة أساء وكذا وقلبي يوسع ولا زال قلبي يوسع، لكن والله أنقهر عندما يقابلون الإحسان بالإساءة. هو الآن يراسل يقول لي أبو كريم طعن في أمي أيضا. لا أبدا، لم أذكر أمه بشيء. لا، تسجيل موجود على اليوتيوب. كل واحد صلح سيارته بارك الله فيك، انتهى الموضوع، صحده مرة ثانية وأنا أضمنه إن شاء الله. الأستاذ حسام والله رجل محترم، والله أنا أضمنه. الله يوفقك. الحوارات يصير فيها بعض الأشياء والله، مع الحوارات والنقاشات. اتركوا الموضوع، خلي بعدين انا وحاج وعد وسيد نتكلم بالموضوع، اتركوا خلي اليوم ما يصعد. افضل تسمع. نعم ما هذا يا اخي، والله اني اتعجب